اول حاجه هنعملها مع بعض النهارده هتكون اسكالوب بانيه. فعندي هنا لحمه اسكالوب تكون مدقوقه كويس، وعندي خل تفاح، مستردة، زعتر فريش، ملح وفلفل. دي التتبيله، هنتبل ونسيبها ساعتين، وبعدين هنيجي على التتبيله نحط البيض، وبعدين هنحط القطعه بتاعت الاسكالوب في الدقيق، بيض، بقسماط. وبعد كده عندي زيت للقلي ما يكونش غزير قوي وسخن، بس مش سخن مولع. وبعدين كمان هتخلوا بالكم من نقطة اللي احنا قلنا عليها، انه ما يكونش غزير قوي. يا ندى، حطينا هنا حبايبي ملح، فلفل، زعتر فريش، خل، مستردة، قلبنا كويس، نزلنا الاسكالوب. خلوا بالكوا انه اللحمه اللي بتتعمل بانيه اسمها اسكالوب، الفراخ اللي بتتعمل بانيه اسمها فيليه. البانيه ده اي صنف محطوط له طبقه على الوش. هجيب بيضه او بيضتين حسب الكميه، وهربهم واحطهم عليها واقلبهم تاني كويس قوي. انزل منها التتبيله، اعفرها في الدقيق، انزل بقيه الدقيق منها، انزلها تاني في التتبيله، انزلها في البقسماط، واضغط عليها كويس جدا جدا عشان اطلع فرق الهواء اللي ما بين قطعه اللحمه والبقسماط، واثبت عليها البقسماط. يفضل اني بعد الخطوه دي اقوم مدخلاها الفريزر لمده ما تقلش عن ساعتين عشان اضمن ان الطبقه بتاعه البقسماط ما تفكش من عليها. وكمان ما بنقلبهاش كتير في الزيت علشان برضو الطبقه دي ما تفكش من عليها بسهوله. ناخدها ونقوم منزلينها في الزيت اللي احنا مسخنينه هنا، وزي ما انتم شايفين كده ده مش زيت غزير، يعني مش زي زيت البقسماط البطاطس المحمره مثلا.